نتفق ان الفن هدفه إثارة التفكير، هذا العقل. هنا ربنا ايا كان المؤكد ان هناك هنا في هذه المنظمة عقل ربنا خلق. وابن رشد قال لك، ابن رشد قال لك مستحيل ان ربنا يعطيك عقل ويعطيك شرائع سماوية مخالفة لهذه العقل. في واحد اسمه امير رشاد، حبيبي انت بقالك كم يوم بتعمل لي ربنا يجازيك خير، ربنا مش عارف ايه، النهارده بتقول لي ربنا ينصر الاسلام والمسلمين. حبيبي انا ماليش دعوه بالاسلام ولا ليا دعوه بالمسلمين، ربنا ينصر الحق، ربنا ينصر ايه الحق. انت عايز الاسلام والمسلمين على باطل حبيبي، ربنا هيخزيك. عايز الاسلام والمسلمين على حق، يبقى اتبع الحق. انا عملت عليك ابلاغ محتوى تجاري غير مرغوب فيه، ما كتبتش يعني حاجه فيها كذا حاجه ظهرت لي، بس انا لقيت ان انت محتوى تجاري غير مرغوب فيه لانك انت بتتاجر بدينك. ما علينا، انا عايز اقول لك على حاجه، انا حزين ان العلمانيين ما بيعيدوش او مختفين، ولكن انا عارف انهم بيعيدوني لان هم غصب عنهم عارفين ان انا بفيد القضيه العلمانيه. ما يحدث هو مسألة يعني حق، 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 الحق وحده. يعني أنا بواجه إرهاب، أنا لما كان أول انتخابات بين حمدين والسيسي، شخص اصغر مني في السن بحوالي 10 سنين ضربني بالقلم ورفع عليا السلاح عشان هو قال لي كذب. هذا خزي، هذا خزي. انا لما ضربت على المسرح هاجمت الاخوان او نقضت الاخوان، نقضت السيسي. فالسيسي هذا شخص، انا عارف النهارده ان في ناس محترمين وناس عارفين يعني ضميرهم بيحيى، وعارفين ان انا راجل فير الفير العدل والكرامه. هو رفع عليا السلاح لانه مهان كرامته.